عليكم بناتي، احنا الان في الصف العاشر درسنا عام الوفود. عام الوفود يا بناتي كلكم بتعرفوا انه هو ياتي تحت موضوع السيره النبويه، لانه متعلق بالدعوه الاسلاميه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلنا بنعرف انه في العام الثامن للهجره، صار في احداث مهمه جدا، اللي هي فتح مكه، وغزوة حنين. أيضا غزوة حنين، كانت غزوة حنين مع أهل الطائف، خافوا أهل الطائف على أنفسهم. هلا الإسلام موجود في المدينة وصار موجود في مكة، والآن أهل الطائف خافوا إنه الإسلام يوصلهم. فمالك بن عوف، طبعا أخذنا إحنا بالفصل الأول مالك بن عوف اللي هو كان قائد هوازن وثقيف، أخرج الرجال والصبيان والنساء والأموال في إلى أرض المعركة حتى يقاتل رجالهم قتال المسلمين. طبعا المسلمين كان عددهم 12 ألف في هاي الغزوة في وادي حنين، هزموا لأنهم كانوا معتمدين على كثرتهم وقوتهم زي ما أخذنا سابقا، ولكن 100 فقط هي مع الرسول عليه الصلاة والسلام هي اللي انتصرت على قبيلتي هوازن وثقيف، وفر مالك بن عوف ومن معه الى منطقتهم. طبعا الرسول وزع غنائم حنين على المهاجرين من اهل مكه اللي هاجروا من مكه للمدينه. طبعا سعروا قيمتها زي ما قلنا الانصار، فكر ان الرسول ما بيحبهم، لكن النبي بين لهم وجهه نظره اني انا بدي اعطي المهاجرين من اجل تعويضهم على الاموال اللي تركوها وين؟ في مكه. ثم النبي عليه الصلاه والسلام مدح الانصار وقال لهم انه الناس كلها صارت في طريق، انا بسير مع طريق الانصار، اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار، يعني طمنهم اني انا بدي ارجع معاكم على المدينه بعد ما تنتهي هاي الغزوه. المهم بعد ما رجع النبي عليه الصلاه والسلام على المدينه دخل العام التاسع للهجره. لما دخل العام التاسع للهجره يا صبايا، بدات القبائل العربيه تسمع عن الدين الاسلامي، فاحبت انها تتعرف على الاسلام عن قرب، فبدات تبعث وفودها تلتقي مع الرسول عليه الصلاه والسلام. فتعرفوا عن الاسلام عن قرب. لما عرفوا الاسلام عن قرب واحبوا الاسلام وشافوا اخلاق المسلمين وكيف المسلمين بيتعاملوا بعدل واخاء ومساواه ومحبه، وتعلموا شرائع الدين الاسلامي، عرفوا كيف الصلاه، كيف الصيام، كيف قراءه القران، فكان بدهم يرجعوا لديارهم. النبي لم يكتفي بذلك، انه كان يطلب من الله سيدنا محمد من بعض الصحابه المتمكنين في الاسلام من اهل المهاجرين او الانصار انه يطلع مع تلك الوفود، يعني كان يطلع مع الوفد 2 أو 3 من الصحابه حتى يعلموهم الدين الاسلامي على اصوله، على اساس انه تتعلم باقي القبيله عندما يعود ذلك الوفد. فالوفد يعني كان معجبوا كثير بهاي القضية، حتى الرسول كان يسلمهم رسائل لأمرائهم ولزعمائهم، يعني يفهمهم الرسول ماذا يريد منهم بالضبط، لأنه دعوة الإسلام دعوة عالمية، أنه هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. فالمهم لماذا أحبت هاي الوفود الإسلام؟ لأنه النبي كان يستقبلها ببشاشة، وكان يلبس أجمل ما عنده، أنت جايك بتلبس تلبسي أجمل، يعني بس العيد بمعنى اخر، وكان يامر الصحابه بذلك انه لازم نلبس اجمل ما لدينا ونستقبلهم احسن استقبال واحسن طعام واحسن شراب، حتى يورجوهم يعني يعطوا صوره جميله عن الدين الاسلامي. المهم يا بناتي في آية يعني ربنا بيخاطب فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، بيقول له لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلو كان النبي قاسيا في معاملته كان الناس انفضوا عن دعوته، ولا حد مثل في الدين الإسلامي، ولكن كان النبي لينا رفيق في المعامل، فلا تكن لينا فتعصر ولا تكن صلبا فتكسر، إنما خير الأمور وسطها. فكان النبي لينا في معاملته للناس، وهذا كله أثر انه تلك الوفود رجعت بصوره جميله عن الاسلام واقنعت الناس اللي وراها بالدخول الى دعوه الاسلام. من هاي الوفود اللي دخلت الدين الاسلامي وفد ثقيف، ثقيف احنا حكينا اللي هم اهل غزوه حنين،
اللي هم هواسن والثقيل، كانت منطقتهم وين؟ كانت منطقتهم الطائف. هي ثلاث يعني، هو حطيت لكم ثلاث وفود، وفد الثقيل، الوفود اللي قدمت حاططكم عليها، الوفود اللي قدمت على النبي عليه السلام، التي قدمت الى المدينه، اللي هي في عندي وفد ثقيف، وفي عندي كمان غير وفد ثقيف، في عندي وفد بني تميم، هذا الوفد الثاني، وفد بني تميم، وفي عندي الوفد الثالث اظن انه وفد بني سعد، نعم وفد بني سعد هو الوفد الثالث اللي موجود عندنا، وفد بني سعد. المهم وفد طقيف منطقته اللي هي منطقه الطائف زي ما قلت لكم، خلاص بدون ما تفتحي المساله عارفها. وفد طقيف اللي هي موجودين في منطقه الطائف، عندما قدم هذا الوفد الى النبي عليه الصلاه والسلام في العام التاسع للهجره وتعرف على الاسلام عن قرب، طلبوا من النبي عليه الصلاه والسلام، قالوا نريد ان نشترط شروط حتى ندخل الاسلام. من ضمن شروطهم لا يريدون الصلاه، ويريدون ان يلقي لهم النبي عليه السلام صنم كانوا يعبدوه، يعني وهم ما زالوا على الكفر، اللي هو صنم اللات. فقال النبي فالشرط انه يبقي لهم اللات، والشرط انهم ما يصلوا. فقال لهم النبي لا خير في دين لا ركوع فيه، وقال يعني لا ألقي، هذا من الوثنية، ما بصير تكونوا داخلين في الإسلام ويبقى الوثن هذا عندكم. فقالوا للنبي طيب نصلي، اللي هو قالوا نصلي، والشرط الثاني اللي هو هدم اللات، قالوا بس بشرط انه ما نهدمها بايدينا. فبعث النبي عليه السلام اثنين من الصحابه اللي هو ابو سفيان اللي كان زعيم مكه سابقا لما فتحت مكة، وبعد أيضا المغيرة بن شعبة، فهدما اللات ودخلوا أحسن وحسن إسلامهم هذا الوفد. الآية إيش أصلا لو إحنا نقلنا الخبر السيء قبل الخبر المنيح للناس، إيش بده يصير عند الناس؟ بده يصير صد ورد عن هذا الكلام. فأنت دائما يعني بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا، زي ما اخذنا في الحديث السابق. وفد بني تميم هذا يا بنات احنا اخذنا السنه هذيك عليه سوره الحجرات، اذا تتذكر ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى كان خيرا لهم. فالنبي يعني الحجرات هي غرفات زوجات النبي، كان النبي له 11 زوجه، وكانت كل زوجه لها غرفه، فهم مش عارفين عند اي واحده من زوجاتها موجود النبي. فجاء هذا الوفد وصار ينادي يا محمد يا محمد اخرج الينا. طبعا حرام سيدنا محمد يعني خجل منهم، يعني استحق انه يعني ليش تنادوا علي؟ فربنا دافع عن رسوله ونزل الايه القرانيه اللي قال فيها ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلوا ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فالايه علمتهم انه لازم يتادبوا مع الرسول عند منادي، وما يقول يا محمد، لازم يقول يا رسول الله يا نبي الله مثلا، بعدين بالصوت منخفض، ما بيصير هاي الاصوات العاليه المرتفعه لانه فيها اذى. وايضا علمنا كيف اداب الاستئذان عندما نستاذن عن الاخرين، فهذول بعد ما عرفوا هذول القضيتين يعني كيف يتعاملوا مع الرسول كيف اداب الاستئذان، بقوا في المدينه فتره من الزمان تعلموا القران والصلاه على اصولها، ثم عاد الوفد الى قومه حتى ينشروا الاسلام. اخر وفد اللي هو وفد بني سعد، وفد بني سعد كان في بعثوا رجل اسمه ضمان بن ثعلبه، اسم الرجل ضمان بن ثعلبه، هذا الرجل كان جرف في تعامله، فدخل على النبي، كان النبي قاعد ونزل بين اصحابه، قال يا محمد اريد ان اسالك اسئله واني مغلظ عليك، يعني بدك تطول بالك علي. الله ابتعثك؟ قال له اللهم نعم. قال الله طلب منك الا لا نشرك بك؟ قال الله طلب منك ان نصلي؟ قال لا. الله اللهم هل قال لك الله طلب منك الصيام قراءه القران؟ يعني بدا بالامور واحده واحده، يعني طول على الرسول، واذا قلنا النبي يقول له اللهم نعم اللهم نعم. فانت بعد ذلك قال النبي اشهد ان لا اله الا الله، اشهد انك محمد رسول الله، لانه راى صبر النبي عليه، يعني انه ما مل من اسئلته. ثم رجع الى قوم هذا الرجل، ثم قال يعني دعوه الاسلام كيت كيت كيت، بدكم تدخلوا؟ فكان يعني كانه زي رئيسهم او زعيمهم، ودخلوا القبيله كامله في دين الاسلام. بدي لحظه هنا حلوه احكي لكم اياها، انه ام المؤمنين السيده عائشه كانت تعرف في قضيه الطب،
ما سبب معرفتها في قضايا الطب؟ انه كان النبي في اواخر عمره يصاب بوعكات صحيه، فكانت هاي الوفود اللي تقدم على النبي من الجزيره العربيه، يعني تلاقي النبي متوعك صحيا، فكانت توصف له بعض النباتات زي البابونه، زي المراميه، زي الشيح، زي كذا، فكان يجيبوا له اياها، وكان تغسلها ام المؤمنين وتغليها للنبي، فكانت ام المؤمنين تعرف كل نبته من النباتات ما هي الامراض التي تعالج في. عشان هيك لما سألها ابن اختها عروه بن زويه: امي لا اعجب انك تعرفين بالانساب لانك بنت الصديق، ولا اعجب انك تعرفين بالقران والسنه لانك زوجة، ولكن اعجب من اين تعرفين بالطب؟ فقالت: عند كان النبي يصاب في اخر عمره بوعكات صحيه، وكانت الفول توصف له هاي النباتات، وكنت بعالجها له، وكان على اساس انه يشربها. اخر شيء هنا فكري في طريق في ثبات النبي عليه السلام والتزام تعاليمه، يعني فائدة انه النبي ثبت 13 سنة في مكة، والعشر سنين هلا تقريبا قربت، يعني احنا في العام التاسع عاش النبي بعدها 7 سنة وتقريبا 4 اشهر، وبعد توفى الله. يعني ما سبب ثبات الرسول والصحابه على الاسلام وثبات الامه الاسلاميه؟ لانه الدين الحق منزل عند الله موحى، يعني الرسول يعني معصوم عن الخطا ويوحى له، يعني ما كان يجيب الاشياء من لا يعني القراءه ولا الكتابه، انما كان يوحى له هذا الدين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.